بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تقدم رئيس مجلس الشيوخ للبابا توادروس ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه الذكرى على مصر الغالية وعلى شعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقي والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.